انا من الناس المضرورين، انا ما نكذبش عليكم، انا اصلا قبل ما يوقع هذه الفجيعه انا كنت عايش بواحد الحاله لا يرتاح عليها، لا ماء لا ماء لا ضوء لا والو، ما عنديش باش نغسل لوليداتي صغار، حتى كنديهم عند الناس على باش نغسل لهم، مشكله السطل حاشاك كنبغي ما كاين طواليط لا والو، حلوا عينهم في السطل، كنجلس دراري وليداتي في السطل، واش الدراري الصغار حياتهم دوز بحال موكا، انا ما كنهضر على حتى شي حاجه، انا حاجه واحده اللي كنهضر عليها في حياتي هو السكن، باغي نستقر انا وليداتي، حاشاك كلب 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 حاشاك وديري اللي يقصر في السطح، وحنا الانسان حنا الانسان حتى واحد ما عقل علينا، حتى واحد ما سول فينا، دابا حنا 8 ايام وحنايا هنا، كلشي الناس وحنا من الجمعه وحنايا هنايا، لا اعتيق لا ما كاينش اللي يقول لك شي حاجه ولا يسول ويهضر معاك ولا يفيدك ولا والو، جلس تما حنا جالسين، جلس تما حنا جالسين، ما عنديش لمن نمشي، ما عنديش لمن نلتجأ. عندي وليداتي اللي ندير لي ولادي يقول لك ولادك صغار غيبرسطوني، حتى واحد ما بقى عنده الخاطر، عائلة اللي غندي لهم ويبوا لهم تما يهبطين ونخلي لهم حوايجهم تمايا، ما كاينش نلتجأ الله سبحانه وتعالى وسيدنا يشوف فينا. حنا من نهار الجمعة خويا وحنا هنايا في الزنقة، حنا من الناس حنا اللي مضرورين، حنا ما لقيت فين نمشي، ما لقيت عد من نمشي، ما لقيت، راه ربي كيشوف والله راه ما يخليناش والناس ما يخليوناش، حنا كنلتجئوا الناس وجلالة الملك والناس المحسنين، الله يرحم الوالدين لما شوفوا من حالنا، راه تشوفوا حالتنا كي دايره، راه ديك المرة هضرنا وعطينا النمرة راه باقي ربي راه ما عرفنا الله سبحانه وتعالى اش خازن لينا، كنطلبوا حتى شي حاجة من هاد الناس، طلبوها فين سكنوا، ها فين نسكن انا وليداتي، ما طالبه والو، انا كان عندي كون مشيت كريت، انا الراجل عندي ما خدامش، انا اللي خدامه عليهم كاملين، علموا عدوسي ماشي انا، علموا الام ديال راجلي، قال لها راه الدار غطيح تخرجي، خرجوها وسدوا لها على الحوايج، باقي الحوايج وكل شيء تما، وحنا خرجنا جينا هنايا للزنقه ما لقيت فين نمشي. الحاله ديالنا خويا الدار ديالنا غتريب، عاطين دايرين جبنا الخبير جبنا كلشي من 2017 حنا دافعين الدوسي، بينا الدار ديالنا ريبه، عندنا الفوقاني كله طايح، البيوت كلشي نايض فيهم الربيع، قال لك حنا مستافدين ما مستافدينش، ما عندنا استفاده، باقي ما عطاونا حتى حاجه، باقي ما داروا معنا حتى حل. البيت هذيك الدار زنقه واحد دار 44 فيها عران تاع البشر، كلشي ما كاين حتى حاجه، حتى حاجه ما عطاونا، حتى حاجه ما عرفونا، وكاينه هاد الدار هادي تا هي غتريب، وهاد الدار اللي في الدوره كلهم الديور ديال الدرمه الشريف غادي يريبوا، كلهم كيقولوا لينا هاكو كلشي الديور غادي يريبوا، حتى حاجه حتى حاجه ما عطاونا، هاد الناس كلهم ما مخرجين حوايجهم، سادين عليهم خرجهم البوليس قال لهم الدور غتريبوا، خلاو حوايجهم خلاو كلشي، كلشي مسدود عليهم، هما باركين هنايا، كيجيبوا لنا غير المحسنين ما ناكلوا ما نشربوا، وما عندناش الفلوس ما خدامينش، كلشي الدراري ما خدامش، المخير فيهم كيصور 50 درهم ولا كيمشي يدير خضيره ولا يجيب بكيت الكارو يبيعها ويجيب ميكلا خبيز ويعطي 50 درهم صافي، حنا كنطلبوا من جلاله الملك يوقف معانا ويشوف بحالنا، ان الشعب ديالو كله في خطر، درب مولاي الشريف كله في خطر، كله مش